ثانية، أولا ما بكى بني أمية، ثانيا اليهود فإنهم حيث خاصموا نبي الإسلام وعادوه وأصبحوا الأعداء التقليديين للمسلمين، لم يكن في الإمكان أن نتوقع منهم أي كلام جيد أو منصف في أي رجل من رجال الإسلام مهما كان. ولكن الملاحظ أيضا تشبه الملاحظة التي قلناها هناك، ولكن الملاحظ بالرغم من كل ذلك هو أنهم لم يطعنوا برجال الإسلام إلا من حيث أصل دينهم، لا من حيث علومهم وسلوكهم وأفعالهم وأقوالهم ونحو ذلك، وليسوا هم عن اليهود مخولون بذلك. بطبيعة الحال بعد أن كان رجال الإسلام مشهورين ومشهود لهم بالصدق والصحة والعظمة، إذن فمن ينتقدهم إنما يؤدي إلى فشل نفسه وسقوط كلامه وعدم بلوغ مرامه. هذا هم يكون نعرفه. والسبب الرئيسي للخلاف، والسبب الرئيسي للخلاف بين اليهود والمسلمين، ونحن ينبغي أن نكون على بينة من ذلك تجاه إسرائيل وغير إسرائيل، هو أن اليهود كانوا يبشرون بسيطرة دينهم على البشرية، وكانوا ولا زالوا يعملون لذلك، حيث يزعمون أن دينهم هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لو تكلمنا باللغة الإسلامية هكذا نقول، وإن القائد العالمي المهدي منهم، وأن عاصمة هداية العالم هي أورشليم التي هي القدس، هكذا هم يقولون ولا زالوا ويعملون لذلك. وكثير من فقرات التوراة الرائجة الحالية تدل على ذلك، ومن هنا أخذهم الحماس في هذا المجال. وحين جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بالمضمون ولو بلسان حاله إن القسط والعدل العالمي المتوقع إنما هو إسلامي وليس يهوديا، وأن المستقبل للحق المتمثل بالإسلام لا باليهودية ولا بغيرها، أبوا عليه ذلك وعاندوه وأصبحوا ولا زالوا أعداءه التقليديين، لأنهم يطمعون بأن يكون مستقبل الهداية العالمي لهم. ومن الممكن مناقشتهم في ذلك بنقطتين على الأقل. النقطة الأولى أن دعوتهم اليهودية في نظرهم وليس في نظرنا، اسألهم، أن دعوتهم اليهودية في نظرهم ليست عالمية بل هي عنصرية وطبقية تتحدد بالولادة كما يعبرون. فعندهم اليهودي من الدرجة الأولى واليهودي من الدرجة الثانية. سبحان الله، هم أكو مسلم من الدرجة الأولى ومسلم من الدرجة الثانية، معيب الحكي. فعندهم اليهودي من الدرجة الأولى وهم بنو إسرائيل، بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهم شعب الله المختار. واليهودي من الدرجة الثانية هم سائر اليهود من الأصناف الأخرى من البشر. معنى ذلك أن كل من دخل في اليهودية سيكون يهوديا من الدرجة الثانية ومحتقر من حيث يريد وما يريد، ولن يمكنه أن يكون عزيزا في مجتمعهم. والظاهر أن كتابهم الرئيسي الذي يكتمونه ويضمونه التلمود واضح وصافح في ذلك، ولذا يخفون نسخته عن الناس، لأن إعلانه يوجب فشل سياساتهم ومدعياتهم، في حين واضح
أن الإسلام بريء من كل ذلك ويعتبر أولاد آدم كأسنان المشط كما في الرواية أو المشط على أي حال. وقال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا النحو من الاتجاه هو الذي يستطيع أن يكرم البشرية وأن يعدل فيها وأن يرحمها، وليس الاتجاه العنصري والطبقي. النقطة الثانية، إننا نعرف وكثير من المفكرين يعرفون أن البشرية مجموعا أو عموما هي في تكامل طبعا، وهم يمثلونها بالطفل والشاب حين ينمو ويترعرع ويتكامل ويتعلم، يمثلونها بشخص إنسان يولد وهو أولا طفل ثم يصبح شاب ثم يصبح كهل ثم يصبح شيخ ثم يموت، والبشرية لها موعد موت طبعا. ما هو السبب الرئيسي للتكامل؟ ربما كلنا نعرفه لكننا كلنا غافلين عنه، سبحان الله، هو هذا السوء وهو الغفلة. والسبب الرئيسي للتكامل البشري هو بعثة الأنبياء، وكلما تربت البشرية على يد نبي استحقت التربية على يد النبي الذي بعده، وهكذا حتى إذا وصلت البشرية إلى كامل استحقاقها لفهم المطالب الدقيقة والحقيقية في أصول الدين وفروعه وفي صفات الله وأسمائه، ماذا حصل؟ بعث نبينا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، وقدم أعمق فهم على الإطلاق لكل من أصول الدين وفروعه، وقدم التجريد الكامل والحقيقي لأسماء الله وصفاته وذاته جل جلاله، وقدم العدل الكامل القابل بكل لحل كل المشاكل والمواكب للبشرية من صدر الإسلام إلى يوم القيامة. قل لا، أليس نسمح حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة؟ زين، وهذا ينفي بوضوح أن البشرية التي تتكامل ولا زالت تتكامل على يد تعاليم الإسلام لا يمكن أن يحكمها أو يكفي لانتشار العدل فيها دين سابق بسيط نسبيا يمثل مرحلة وحقبة معينة من تربية البشرية، وليس هو الكل في الكل ولا يمثل الحقيقة حقيقة. يكفي أن نلتفت إلى أن من حقنا أن نقول في الإسلام ما من واقعة إلا ولها حكم، هاي صار الزلاطة، في حين لا يستطيع أي دين آخر أن يقول ذلك. قول لا، هل اليهود يقولون لا؟ وين هي أي واقعة ولها حكم في دين اليهودية أو دين المسيحية أو دين البوذية أو أي دين آخر؟ لا أستثني منها شيئا، سبحان الله. هي هاي معجزة الإسلام الرئيسية، ومعنى ذلك أن جملة مهمة من مشاكل البشرية الحديثة ليس لها أي حكم في الأديان السابقة، وإنما كان الدين السابق على الإسلام يعالج المشاكل الوقتية في زمانه فقط، مما يؤدي إذا كان الآن هذه المشاكل ليس لها حل، زين واحد إذا حكم ماذا سوف يفعل؟ مما يؤدي أن يملأها الحاكم برأيه الخاص وبالأهواء والمصالح غير المستندة إلى قانون السماء كما يعبرون طبعا، لأنه ما يكون بيد شيء. إذن فاليهودية بل أي دين آخر سابق على الإسلام فضلا عن الفكر البشري المنقطع عن السماء وعن تعاليم الله لن يستطيع أن يتكفل
عدل البشرية العام في مستقبل الزمان، وإنما الذي يملأها قسطا معدلا بعدما ملئت ظلما وجورا هو الإسلام المحمدي الحق وحده. مضافة إلى نقطة أخرى مهمة جدا، وهي تحريف الأجيال المتأخرة للدين السابق. يحرفون أديانهم السابقة سواء في اليهودية أو في المسيحية، حتى صدر كتاب بعنوان، وأنا رأيته ومترجم إلى العربية، بعنوان المسيح ليس مسيحيا، أي ليس على الأوضاع والمفاهيم التي يعيشها المسيحيون في القرون المتأخرة جيلا بعد جيل. حاشاه أن يكون كذلك بطبيعة الحال، دول متسيبين، هو أمشي متسيب في يوم ما، سبحان الله، ضلة في عقولهم. وكذلك الحال في اليهود، ليسوا أحسن حالا من هذه الناحية، سبحان الله، حتى قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفسر في الروايات، وهذا تفسير قريب إلى فهمي جدا، فسر في الروايات بأنهم أطاعوهم في عصيان الله، ليس اتخذوهم أربابا يعني عبدوهم، لا، وإنما أطاعوهم في عصيان الله. قالوا لهم اشربوا خمر، قالوا اكلوا لحم الخنزير، اكلوا، وهكذا اكلوا الربا اضعافا مضاعفة، لا باس. ليش؟ لان النفس الامارة بالسوء، هكذا تقول باختصار شديد. ونحن نعلم باجماع المسلمين ان التوراة المتعارفة ليست هي التوراة الاصلية، وإنما هي نسخة محرفة وضعها وألفها أشخاص عديدون أسماءهم موجودة في التوراة، فلان وفلان، عزرا وأشعيا وأرميا ودانيال وآخرين، وليس فيها من وحي الله أي إطلاقا على الله. وكيف يمكن، لاحظوا، وكيف يمكن أن نجد حوادث موت موسى وما بعد موته سلام الله عليه في التوراة المنزلة على موسى نفسه؟ إن هذا لا يكون. إذن فاليهودية المعاصرة الآن ليست هي دين موسى عليه السلام، ولا التوراة هو كتابه، هذه التوراة موجودة ليست كتابه، ولا الوصايا العشر هي تعاليمه. إذن فليعطونا تعاليم موسى الحقيقية ومفاهيمه الحقيقية لكي نتبعها، ولو عرفناها حقيقة لرجعنا إلى الإسلام، لأننا نعلم أن الأنبياء جميعا دعاة للولاء إلى الإسلام، كما قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أو يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى، هذا بالنسبة إلى المسيحية: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهذا يعني أن هؤلاء الذين يدعون اليهودية وهؤلاء الذين يدعون النصرانية يجب أن يسلموا كما أسلم أنبياؤهم وقادتهم الأوائل، لكي يرشدوا ويتعاملوا ويحصلوا على الحق الصحيح والصريح دون العكس بطبيعة الحال.